وإلى أخبار المحترفين، والبداية بالنجم محمد صلاح، حيث دخل بايرن ميونخ الألماني في منافسة لضم نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، وذلك بعد الموسم التاريخي الذي يقدمه مع الريدز. وقالت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية أن بايرن ميونخ سينافس ريال مدريد الإسباني السعي أيضا لضم صلاح الصيف المقبل، وأن اللاعب سيكون محط الأنظار بالنسبة للأندية الأوروبية. وسجل صلاح 30 هدفا في 36 مباراة شارك بها مع ليفربول في كل البطولات منذ انتقاله بداية الموسم الجاري من روما الإيطالي. وما زلنا مع محمد صلاح، حيث أكد النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي أن صلاح يقدم أداء إعجازي مع فريقه هذا الموسم. وأضاف توتي أن أداء صلاح وأهدافه وتألقه غير العادي قد يمنح ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا، حيث أكد النجم الإيطالي أن ذلك يظل أمرا غير مستبعدا. وقال توتي أن هناك أندية أكثر اكتمالا من ليفربول، لكن وجود صلاح وحده يمنح هذا الفريق كل المميزات اللازمة لحصد الألقاب الكبيرة. وإلى ويست بروميتش ألبيون يعود أحمد حجازي مدافع الفريق إلى المشاركة مع فريقه في مباريات الدوري الإنجليزي مجددا بعد توقف هذا الأسبوع بسبب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي FA. وسيواجه ويست بروميتش ضيفه هيدرسفيلد تاون السبت المقبل، وفي المباراة التي من المتوقع أن يعود فيها قائد الفريق جوني إيفنز ليقود الدفاع الفريق بعد رفع الإيقاف عنه من إدارة النادي التي عاقبته بسبب تورطه مع زملائه في سرقة سيارة أجرى بمدينة برشلونة بإسبانيا. وعودة إيفنز يستمر بقاء علي جبر خارج حسابات المدرب ألان بارديو الذي يحتل فريقه المركز الأخير في جدول الترتيب ويواجه خطر الهبوط للدرجة الأولى. وفي السعودية أعرب مؤمن زكريا المحترف في صفوف أهلي جدة عن رغبته في الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها مع فريقه السعودي. وقال زكريا في تصريحات وسائل الإعلام السعودية أنه يتبقى 10 مباريات في الموسم قد يحصد خلالها الأهلي السعودي بطولتي الدوري والكأس خاصة، وأن الفارق مع متصدر الدوري الهلال 4 نقاط فقط. وأضاف كذلك تبقى لنا 4 مباريات في دوري أبطال آسيا ونتخطى دوري المجموعات. وما زلنا في السعودية، حيث عبر حسين السيد مدافع الاتفاق السعودي عن رغبته في المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل. وقال السيد في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية أن حلم المشاركة في المونديال هو طموح مشروع لكل لاعب، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذا الحلم. وشدد السيد على سعادته بالتواجد في الدوري السعودي مؤكدا أنها فرصة كبيرة له للتألق والانضمام للمنتخب. وساهم السيد في فوز الاتفاق على القادسية بهدفين مقابل هدف بعدما صنع هدف الفوز لزميله علي الهزازي.